الحمد لله الكاتبة البركانية الحمد لله قدمت واحد الأداء اللي هو جيد التالي إن شاء الله الحمد لله بانتصار بقى ما ضمناش إن شاء الله التأهل بقى مقابلة في بركان اللي غادي تلعب على جزئيات بسيطة الحمد لله هذا الفوز كيعطينا أريحية باش أننا نقدموا مباراة إياب واحد العرض حتى هو اللي لاق بينا إن شاء الله ويفرح الجماهير ديالنا ونحسموا في التأهل إن شاء الله شكرا